إفادة في دقيقة. جميع الناس يعرفون معنى الأم والمعاني المرتبطة بها والدلالات التي توحي بها من العطاء والتضحية والوفاء والإخلاص والحب وغيرها من كلمات التي تحيل على الأم، ولكن ربما قد لا يعرف البعض أن كلمة أم في العربية عندما تضاف إلى كلمات أخرى يصبح لها معنى آخر، ومن ذلك أم عامر تطلق على المقبرة، وأم ليلى تطلق على الخمر، أم سمحة تطلق على العنز، أم طلبة تطلق على العقاب، وأم القرى الكل يعرف أن يقصد بها مكة، وأم عتبان تطلق على الضبع، فيما أم جندب يقصد بها الداهية، وأم عطية يقصد بها الرحى، وأم حباب تطلق على الدنيا، وأم قشعم يقصد بها أنثى النسر، وأخيرا أم اللهيم تطلق على الموت. فهل تعرفون أما أخرى؟ ننتظر إجابتكم، وانتظرونا في دقيقة أخرى.